وينضم إلينا من تونس مراسلنا محمد الفنيش. محمد، القرار اللي اتخذه الرئيس السيسي بالإعلان عن الانتخابات التشريعية، كيف يجده المراقبون، وإلى أي حد هو مرتبط بتطورات حالته الصحية الأخيرة؟ نعم، بالضبط، إعلان الرئيس أو الرئاسة التونسية عن توقيع أو إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي عن الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في 6 أكتوبر القادم يعتبر رسالة، كذلك هي رسالة دستورية، رسالة سياسية، رسالة للرأي العام التونسي أن الرئيس بعد خروجه من مستشفى العسكري يوم أمس أو مساء يوم أمس قد قطع الشك باليقين بأن الرئيس سيعود إلى مزاولة مهامه يوم السبت. الكثير من أو كان هناك جدل سياسي حول الانتخابات التي دستوريا يفرض على الرئيس الباجي قايد السبسي التوقيع عليها تبقى للدستور أو الإعلان عنها 3 شهور قبل موعدها، وبالتالي يوم السبت يكون بالضبط هو 6 من هذا الشهر الذي يوافق 3 شهور في 6 أكتوبر يوم الانتخابات التشريعية والرئاسية. هنا نحن في شارع الحبيب بورقيبة، عودة الحياة لحياتها الطبيعية. هنا كان مغلقا هذا الشارع حتى يوم أمس تم افتتاحه أمام السيارات بسبب العمليتين الإرهابيتين. الرئاسة التونسية بعد عودة الرئيس التونسي إلى إقامة قرطاج يكون الوضع قد هدأ، يكون قد تم قطع على الشائعات المغرضة التي انتشرت بشكل كبير وأثرت على الرأي العام التونسي حول صحة الرئيس. كذلك كان هناك جدل حول، كما تفضلتم سابقا في تقريركم، حول وهنا بالفعل ربما المسألة كلها أثارت تساؤلات في الشارع التونسي. هل هناك تساؤلات لم تجد إجابة لحد الآن؟ السؤال الآن، هناك ترقب على يوم السبت القادم حيث سيتم إعلان من طرف الرئيس عن الانتخابات التشريعية. هناك ترقب كذلك للمحكمة الدستورية التي تفطن لها أخصاء القانون الدستوري بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس، فبالتالي شغور منصب الرئاسة لا قدر الله في حالة في احتمال أو في فرضية معينة بات على المحكمة الدستورية أن تظل قائمة. نحن نعلم أن البرلمان التونسي فشل في انتخاب 4 أعضاء، صحيح أنه انتخب عضوة واحدة، لكن بقي 3 أعضاء فشلت الكتل البرلمانية في تحديدهم، وبهذا الفشل لن يستطيع المجلس الأعلى للقضاء تحديد أعضائه ولا الرئاسة كذلك. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، زميلنا من تونس محمد الفنيش.